رد غسمروان على صلحه مع نور ستارت واتهامه بخيانة نارين بيوتي. قامت الطائي ونورمار في موعد رومانسي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو عن اليوتيوبر غسمروان، فبعد أن انتشرت ستوريات حول تواجده في منزل اليوتيوبر نور ستارز، وأغلب محبيه لم يحبوا هذا الأمر واعتبروه رد فعل منه على انفصاله مع اليوتيوبر نارين بيوتي. وقام غسمروان بعد ذلك بنشر ستوري كرد منها على تسريب ستورياته مع نور ستارز، ووضح غسمروان أنه لم يكن بوعيه. I'm back. بس عندي سؤال، هو امبارح شو صار؟ لان اعتقد انه ما كنت في وعي يمكن. وايضا لاحظنا في الفترة الاخيرة ان غسمروان بدأ ينشر ستوريات عن الخيانة ولا نعرف من يقصد بها. وايضا قام غسمروان بالامس بنشر ستوريات لم نعرف ما المغزى منها، حيث قام بذكر النجوم ولا نعرف هل يقصد بها نور ستارز. عاد نرأيكم بخصوص هذا الخبر ايضا. شو قاعد تشوف؟ القمر. او ما قاعد تشوف شيء ثاني؟ شنو تشوف؟ انا قصدك حبر، لا انا مش فاهم. لا شنو فوق؟ نجوم. نجوم. وايضا غسمروان ما زال يلمح حول علاقته الجديدة مع سارة، ويقوم بالتعليق على كل صورها بصفحتها على الانستغرام. اعطوني رأيكم بخصوص هذا الخبر. اما الخبر التالي لدينا هو عن اليوتيوبر قمر الطائي ونورمار، فبعد اعلانهم رجوعهم مع بعض بالامس، كنا اول مرة نرى انسجام نورمار مع قمر الطائي. وايضا قاموا بنشر ستوريات احبها المتابعين، والكل بدأ يتساءل بعدها هل هما على علاقة حب. اعطوني رأيكم بخصوص هذا الخبر. نحن في تقصير يا جماعة، في بنات كتير حلوين وربي. أنا أولهم. يا روحتي صيت البنات كله. أمار كلي هاي البطاطا، هاي البيضة، هاي أنا حاسة مميزة كتير. هي بيضة كلية سيطرة. لا همشيك مسطرة. أخليك لو تسمع شارع تصيد ورا. أيوة ما في شيء بيستاهل. بس شوي والله مو لا تبكي، ما في شيء بيستاهل. أمر هاي، انت بتعرفي اليوم ايش فيه؟ اليوم يوم مميز. لا اليوم في عداوه بيني وبينك، بتعرفي ليش؟ لان اليوم مباراه سوريا والعراق، فاذا خسرنا نحن كسوريين ما بحكي معك ولا بشوفك، واذا ربحتي انت كعراقي، اذا خسرتي كعراقيه بتشوفيني ثاني؟ عادي، انا ما بشوفك لان نكون ربحانين عليكم. بالتوفيق. لحظه، بالتوفيق يا جماعة للعراق وسوريا، ما بعرف تنتهم بلدنا وخلاص ما عم بحكي أنا. وأيضا قمر قامت بنشر ستوري علقت عليه قمر لن تكوني، وقامت بحذفه بعد دقائق من نشره، والكل بدأ يتساءل لمن ذلك الستوري. وأغلب التعليقات جاءت أن قمر تقصف جيهان العضو الجديد في فريق نورمار وأنها تقلدها. عطوني رأيكم بخصوص هذا الخبر أيضا. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا سيلا دعكم محبتكم، لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك. حلمتكم، شوفكم الفيديو الجاي.